صراع تاريخي اشتدت حدته في منطقة شرق آسيا خلال الأيام الأخيرة، تصاعد حاد للتوتر بين الكوريتين، تجارب لإطلاق صواريخ باليستية من جانب كوريا الشمالية، سريعا ما يأتي الرد بمناورات عسكرية من شطر الجزيرة الجنوبي مع الولايات المتحدة الأمريكية. هكذا يبدو المشهد في شبه الجزيرة الكورية. التصعيد هذه المرة ليس له مثيل في تاريخ الصراع بين البلدين، مع تصاعد التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية بعدما اختبرت صاروخا باليستيا عابرا للقارات بعد فترة وجيزة من تحذيرها من ردود عسكرية أشد ضربة على سول وواشنطن. كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية ذهب بعيدا في وعيده باستخدام السلاح النووي في الرد على التهديدات ضد بلاده. لم تتردد سول كثيرا في ردها بنشر قاذفة أمريكية من طراز B-1B في شبه الجزيرة الكورية في خطوة تشير باستمرار المناورات الجوية مع أمريكا. التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية دفعت المجتمع الدولي للتنديد وعقد اجتماع طارئ لواشنطن وخمس دول من بينها كوريا الجنوبية واليابان المكتوية بنار الحروب الصاروخية بين بيونغ يانغ وسول، بعدما هبط أحد الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية في المنطقة الاقتصادية الخاصة باليابان. وصول التصعيد العسكري بين الجارتين إلى أعلى مستوياته منذ العام 1953 والذي انتهت فيه أخطر وأهم حرب بين البلدين، مع استمرار المناورات العسكرية والتجارب الصاروخية ينذران باقتراب حرب وشيكة قد يتدخل فيها السلاح النووي بين شطري الجزيرة الكورية.